بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأبدي السابق القوي الخالق الوفي الصادق، والحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وجعله تبيانا لكل شيء على طول الزمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ربه فأحسن تعليمه، وهذبه فأحسن تهذيبه، وأدبه فأحسن تأديبه، فصلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من حيث البيان ومن حيث الإعجاز احتلت مساحة كبيرة من الفكر الإسلامي على مر العصور، ولا تزال تشغل هذا الفكر حتى عصرنا الحاضر. ولقد شاع مصطلح الإعجاز العلمي في عصرنا الحالي للدلالة على أوجه إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي كشفت عنها العلوم الكونية. وقد انقسم العلماء في هذا الموضوع بين فريقين، فريق يجيزه ويدعو إليه ويرى فيه فتحا جديدا وتجديدا في طريق الدعوة وهداية الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، أما الفريق الآخر فيرى أنها في هذا اللون من التفسير يعد خروجا بالقرآن الكريم عن الهدف الذي أنزل من أجله وإقحاما له في مجال متروك للعقل البشري وللتجريب يصيب ويخطئ. مشاهدينا الكرام، حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وربط القرآن الكريم بالعلم الحديث للتدليل على صدق القرآن الكريم وأيضا الموضوعات المتعلقة بهذا الموضوع، نسعد بهذه الحلقة مع حضراتكم ونسعد بضيفنا وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور فراج خليل الصعيدي، أستاذ دكتور الجيولوجيا بهيئة المواد النووية والباحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. دكتور فراج، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. كل عام وحضراتكم بخير يا سيدي. دكتور، انا بذلت مجهود عشان يعني استضيف حضرتك عشان نتكلم في هذا الموضوع، كانت سفريات حضرتك ويعني تضارب الاوقات يمكن حال دون يعني تحقيق هذا يعني الهدف، وان شاء الله وبيتحقق النهارده باذن الله تبارك وتعالى. شرف لينا يا فندم، شرف لينا. ده شرف لينا دكتور. طبعا يعني اما نتكلم عن الاعجاز العلمي في القران الكريم، وزي ما ذكرنا حضرتك في المقدمة، هناك من يؤيد هذا الكلام وهناك من يقول أن القرآن الكريم لم يأتي لهذا الشيء، والقرآن الكريم ليس في حاجة إلى يعني تدليل على صدق القرآن الكريم، ونحن نتفق أن القرآن الكريم ليس في حاجة إلى تدليل على صدق هذا الكلام، لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل به يعني سيدنا جبريل من عند الله تبارك وتعالى على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن ونؤكد أن هذا الكتاب طبعا لا يعتريه الحذف ولا النقصان ولا يعتريه التدخل البشري، يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قضية الإعجاز العلمي حضرتك يعني كيف تراها وهي ما بين مؤيد ومعارض؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. طبعا يعني شرف عظيم لي ان انا اكون مع يعني اعلامي مخضرا في هذه القناه العظيمه يعني التي اسال الله ان يجعل لها دائما من اسمها نصيب، فتكون صحه وجمال ظاهر وباطن ان شاء الله. ان شاء الله. قضيه الاعجاز العلمي زي ما تفضلت حضرتك يعني كثر فيها الكلام، ولكن في صدر الاسلام لا كان المسلمون أو كان العرب عموما في الأدب، فكان عندهم حس اللغة العربية، نعم، وملكة تدبر وفهم المعاني والأبعاد، نعم. فعلى سبيل المثال كان أحد الأعراب داخل فسمع واحد يقرأ، أحد الصحابة يقرأ: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان راكب الدابة بتاعته فنزل فسجد، فقيل له: ويلك، أصبأت واتبعت دين محمد؟ قال: لا والله، ولكن أعجبني جمال اللفظ
فسجدت. قال سجدت لبلاغته. نعم. فإذا كان في هذا العصر في حس باللغة العربية وفهم لمعانيها وإدراك لأبعادها. أما ومع تقادم الزمان وظهور الثورة التكنولوجية الصناعية والتكنولوجية الحديثة، حتى أن الجيل العرب الشباب العربي اللي ضرب، ففي هناك جزء من هذا الحس فقد. نعم. فمش عشان يسجد، يعني ربما لا يسجد لمعنى لفظي في القرآن الكريم، وإن كان والحمد لله الأمة بخير يعني. نعم. لكن بنتكلم على الغالب يعني. طيب، فأصبح لغة العصر اللي هي لغة العلم هي اللي تخليه إيه يسجد فيقول الله سبحان الله. نعم. فبهذه الكيفية. لكن قضية الإعجاز العلمي، في بعض من تناولوا موضوع الإعجاز العلمي يعني بالغوا في الموضوع بحيث صوروه على أنه حقيقة، بعض الحاجات يعني حقيقة مطلقة بحيث يلوي الأحداث بحيث تصل إلى أنها حقيقة. نعم. وأنا أفضل في هذه الحالة استعمال لفظ الاحتمال. الاحتمال. بحيث لو حدث تطور في العلم أو حدث أي شيء، في طبعا حقائق ثابتة والشمس تجري خلاص. نعم. هذه حقيقة. لكن في بعض الأمور الأخرى يبقى نتعامل معها بلغة إيه؟ بلغة الاحتمال. ثالثا أستاذنا الفاضل، أن للأسف الشديد أن احنا كباحثين في الإعجاز العلمي في ننتظر الغرب ماذا يقول، يصدر لنا نتيجة الدراسات والأبحاث. نعم. ثم نقول أن هذا عندنا في القرآن. نعم. مع أن احنا أمة تتلقى عن الحق. نعم. فبالتالي كان يجب علينا أن نكون نحن السابقين يعني. نعم نعم. يعني ايه المبدأ المسابقة أو المبادئة يكون من عندنا. نعم. احنا. نعم. يعني أنا دي من عندي أنا مثلا، يعني دي حضرتك يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يعني إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لصوت الحمير. هذه. نعم. حقيقة وموجودة في القرآن. إذا إحنا اللي نصدرها لهم، فنقول اعملوا ما شئتم من أبحاث وأجهزة وأمور وكذا، لن تصلوا إلى حقيقة خلاف هذه الحقيقة. مهما بلغ عدد الكائنات في الكون. نعم. لن تصلوا إلى أن فيه صوت أنكر من صوت الحمير. الحمير. إذا هذه موجودة في القرآن. حقيقة في القرآن طبعا، لا يمكن أن احنا يعني نتجاوزها. نعم سيدي. نعم. الكريم. والثانية أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف إني على لسان سيدنا يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم. أنا في تصوري المطوع هذه من عندي. نعم. أنه مهما حدث في لا هاب التلسكوبات لازم يطلع عدد الكواكب الشمسية، المجموعة الشمسية لازم يطلع 11. زي ما إلى الآن هم تسعة. زي ما ذكر في القرآن. هم تسعة. نعم. حيكتشفوا الاثنين التانيين. سبحان الله. والشمس والقمر. نعم. وبهذه. والعرب يا دكتور يعني عندما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام لم يجادلوه. نعم. يعني هو اعتقد أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى ولا يحتاج إلى تدليل، حتى هو مش شايف. يعني مثلا هو أنت حضرتك النهاردة إحنا عرفنا أن في تسع كواكب، يعني لو بدأنا من اللي هو الشمس والقمر وكل وعطارد والزهرة والمريخ والزحل ونبتون ورمس، ده خلاص احنا عرفناهم ودرسناهم. نعم. حضرتك بتقول ان في يعني لسه هيتم وما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم. الغريب ان العرب يعني لم يعترضوا ولم يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. انت ذكرت الآية الكريمة اللي هي فاصدع بما تؤمر وقال سجدت ايه لفصاحته. نعم. ايضا يعني عندنا آية في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول وزنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. نعم. سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس. طيب هو هنا فظن أن لن نقدر عليه. نعم. حتى اللحظة بنسأل يعني والناس بتسأله في رأي الدين هو ربنا مش هيقدر على سيدنا يونس. نعم. يا أخوانا نقدر. نعم. هنا مش بمعنى نقدر. نعم. يعني نستطيع. نقدر بمعنى انه ضيق. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر له. نعم. فاذا يعني هو لان هم كانوا فاهمين اللغه، هم كانوا اساسا فاهمين اللغه، حتى الحقائق العلميه ما كانوش بيجادلوا النبي فيها عليه الصلاه والسلام، لعلمهم ان هذا الكتاب صادق. وكمان في حاجه ثانيه يا استاذنا. نعم. ان القران حينما نزل. نعم. سبحان الله المعنى يفهم كليه حسب البيئه اللي موجوده. نعم.
وسبحان الله هذه من الإعجاز، هذا من الإعجاز في حروف القرآن. نعم. لأن حروف القرآن داخلها معاني ذات روح حية. نعم. وحياتها وبقاؤها ببقاء مودعها الحق تبارك وتعالى. لهذا هذا القرآن لا يفنى. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحاً من أمرنا. من أمرنا. نعم. أما باقي الكلام كشعر أو أدب ربما يفنى بعد إن عاش عيش 100 سنة 200 سنة 500 نعم. سنة، ولكنه معناه مرتبط بصاحبه وصاحبه محدود. نعم. ولكن الله غير محدود. سبحان الله. نعم يا سيدي. فهم المعنى كانوا فاهمينه على حسب ما موجود في الثقافة والبيئة المحيطة. يعني ويتطور نعم. المعنى نعم. مع تطور الزمن نعم. ويفهم حسب كل نعم. جيل. نعم نعم. ولذلك هو ده القرآن متجدد يعني ويصلح مش معلش يعني أنا دايما أردد العبارة التي قالها سيدنا الإمام الشيخ محمد الغزالي. نعم. يعني احنا بنردد دائما نقول إن القرآن صالح لكل زمان ومكان. نعم. هو بيصلح العبارة دي يقول لك لا تقل إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ولكن قل إن القرآن يصلح كل زمان ومكان. نعم. يصلح ما هو صالح ما نعم. دي بديهية يعني. نعم. طبعا لازم يكون صالح لأنه نعم. من عند الله تبارك وتعالى. نعم. إنما هو يصلح كل زمان ومكان. نعم. وعلى هذا طبعا يعني طبعا كلام كثير في القرآن الكريم ومرتبط بالإعجاز العلمي يا دكتور، وأنا أعلم إن حضرتك بتجهز طبعا كأستاذ دكتور في الجيولوجيا وهيئة المواد النووية، اسمها المواد النووية مش كده؟ نعم نعم. يعني بتجهز كتاب عن الإيجاز فيما ورد من الإعجاز. نعم. يعني في القرآن الكريم والسنة النبوية. فطبعا احنا هنا بقى مش هنعمل إيجاز، ده هنعمل إيجاز الإيجاز على قدر ما نستطيع. وكنت أتوقع أن حلقة واحدة لا تستطيع، يعني نستطيع أن احنا أنا محضر لحضرتك وأنت أكيد يعني في حاجات هنتكلم فيها. يعني لو اتكلمنا طبعا بالمناسبه كمان حضرتك بتقول لي ان احنا بنستنى الغرب لما يصدر لنا، احنا مش منتظرين الغرب يصدر، هو بيكتشف وبعد كده بيعلن اكتشافه فبيعتقد ان هو عمل اللي ما اتعملش، زي الطبيب اللي هو يعني مثلا اثبت القران الكريم يقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هو العالم الامريكي ده او الالماني اللي توصل لهذه الحقيقه عمل بحثه على انه يعني أتى بما لم يأتي به الأولون، فوجدناه نعم. مكتوب في القرآن الكريم، هي دي القصة يعني. نعم نعم. فإن شاء الله نستعرض بقى مع حضرتك كده الحاجات اللي هي ممكن نعم. يعني كمان مش هنقول إنها تؤيد كمحطات يعني كمحطات ومش هتؤيد القرآن الكريم العلمي. نعم. يعني إحنا مش بنقول إن العلم بيؤيد القرآن، طبعا ده لا يمكن يعني سبحان الله العظيم، هو القرآن هو مؤيد، ولكن إحنا بنستزيد عندما العلم يعني يؤيد القرآن الكريم فبنستزيد تمسك بهذا الكتاب، فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم. واخد بال حضرتك؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مثلا لو خدنا العنكبوت. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقول نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. نعم. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. أين الإعجاز العلمي نعم. في هذه الآية؟ فتح الله لك. الحق تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة العنكبوت نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت نعم. بيتا بيتا. فسبحان الله أول إعجاز هنا أن الله سبحانه وتعالى استخدم لفظ تاء التأنيث اللي اتخذت اتخذت، ولم يقل اتخذ. العنكبوت مذكر ولا مؤنث؟ الاثنين الاثنين. ولكن حينما يقول الحق تبارك وتعالى اتخذت بيتا فسبحان الله العلم الحديث يثبت إن اللي بيبني بيت العنكبوت الأنثى ولا نعم. دخل للذكر أبدا في ذلك. سبحان فسبحان الله. الله العظيم. فمن الذي أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة أن هذه الحقيقة العلمية اللي بيبني بيت العنكبوت الأنثى وليس الذكر. نعم. دي اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فيفهم في وقت نزولها على أن أوهن البيوت من حيث فعلا نعم. لا يحمي لا من حر ولا يقي من برد. نعم. وهين لو عملت كده البيت العنكبوت حضرتك ايه هينهار. نعم. لكن سبحان الله العظيم كمان اتضح ان هذا الامر فيه اسرار وامور خطيره. نعم. على ان الانثى انثى العنكبوت تفرز رائحه يعني ايه جميله تجذب الذكر. نعم. ليحدث التزاوج. نعم. وبمجرد ان يحدث التزاوج تقتل الأنثى الذكر وتأكله. يا ساتر. ولذلك نعم. ذكر العنكبوت أول بس ما يروح إيه يولي هاربا وما يرجعش تاني خلاص. ده الشاطر بقى ده إذا نفد يعني
نعم. طيب وبعد كده اللي هي ايه الاولاد اللي بينتجوا من هذا الزواج او من هذا التلقيح التزاوج يعني. نعم. فالاخوات بياكلوا بعض. يا ساتر. ولما يكبروا ياكلوا امهم. هذه حقيقه. يعني مش تقبل ده يعني دراساته خلاص وياكلوا امهم بعد كده. يبقى اذا هو بيت هين من الناحيه برضه المعنويه. شوف لما نقارن كده مع الحق تبارك وتعالى حينما قال ولقد كرمنا بني ادم. نعم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والحق تبارك وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. أيوة مفيش قتل بقى. إليها. نعم. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. فبالتالي أدي الفرق يبقى إيه نعرف إن قيمة هذا التكريم للإنسان. العجيب إن خيط العنكبوت الحق تبارك وتعالى كمان حينما قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لم يقل خيوط العنكبوت البيت قال لأن أنا قرأت إن خيوط العنكبوت قوية جدا قوية جدا. نعم. أقوى من الصلب الفولاذ يمكن 9 مرات. سبحان الله. ولو عملت حضرتك خيط من خيوط العنكبوت في حجم الصباع كده في سمك الصباع كده يحمل طائرة كبيرة بركابها. يا سبحان الله. سبحان الله العظيم. يعني شوف لو حضرتك بس سمك الصبع كده. طب لماذا كان البيت هين يعني وسهل؟ يعني هو مش مصنوع من سلوك العنكبوت؟ نعم السلك نفسه او الخيط نفسه الحريري ده اللي بيفتز العنكبوت قوي بمجرد ما مع الهواء يتصلد يعني ومن العجائب انه يتمدد اكثر من 5 أضعاف طوله. سبحان الله. لكنه دون ان ينقطع. طب ليه هنا الآية الكريمة تقول وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت؟ البيت في شكله المجمل لكن مش خيوط ما قالش خيوط العنكبوت. لا البيت في شكله المجمل لو أنت حضرتك أي حركة فيه لا يقي لا من حر ولا يقي من برد. ممكن يزال بحركة اليد يعني. أي حتى لو طفل. خلاص لكن لكن الخيط نفسه فيه منتهى القوة وأقوى من الفولاذ. يمكن اكثر من حوالي 10-15 مرة. سبحان الله. فنعم. سبحان الله. ويمكن لسه العلم يكتشف لنا حاجات ثانيه في العنكبوت يعني هم ما وصلوا الى هذا الحد يعني. نعم. الصحابه. نعم. رضوان الله عليهم حينما نزلت هذه فهموها على هذا المعنى. نعم. والان العلم الحديث اثبت هذه الحقائق ففهمت والله اعلم كمان في قابل الايام. تمام. ده بالنسبه للعنكبوت. نعم. العنكبوت. نعم. طبعا ايات كثيره في القران الكريم كمان يمكن يعني طبعا احنا مش هنتعرض لكل الايات اللي نعم. بنحاول بس بقدر ما نستطيع نجاز لحضرتك. نعم. يعني بعض الايات ربنا سبحانه وتعالى يقول على يعني الكافرين والعياذ بالله في النار. نعم. في عذابهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واحنا سمعنا طبعا من الشيخ الشعراوي طبعا عندما فسر هذه الايه قال لك ان الجلد هو مركز الاحساس. نعم. ولذلك هنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم. نعم. عشان ليذوق العذاب لانه لو مره واحده ما خلاص هو هيموت وانتهت القصه يعني. فسبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار. نعم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يا ساتر. ليذوقوا العذاب. نعوذ بالله من ذلك. نعم. نعوذ بالله من عذاب ومن نعم. حال اهل النار. اللهم امين. فهنا الاعجاز بقى سبحان الله قد يقول قائل وخصوصا اصلا كمان الاعجاز العلمي هو بالاساس موجه ربما لغير المسلمين. وبالذات احنا خلاص احنا امنا بما جاء بالقران يعني حتى لو لم نفهمه. كل من عند ربنا ونعم بالله. لكن الاخر محتاج بروف محتاج يثبت الكلام ده عشان خاطر يعني ايه لانه بيخاطب عقله. نعم. فهو قد يظن انه خلاص هو حيتعذب في النار وخلاص هو حيه وخلصت يعني. لكن هو الحق تبارك وتعالى كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها. ثبت علميا ان الخلايا الحسيه لا توجد الا في الجلد. تتركز كلها فين؟ في الجلد. والدليل على كده ان الواحد بعد ما ياخذ الحقنه يعني بعد ما الحقنه تدخل في الجسم جوه يتألم. مجرد ما تألم عند الجلد فقط يتألم. لكن لما تدخل جوه خلاص ما فيش ألم. فهنا الحق تبارك وتعالى استعمل لفظه بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وطبعا هنا التبديل مش محدد. نعم. يعني مش مرة واحدة كده وخلاص. لا ده يعني عذاب مقيم والعياذ بالله. ده العجيب ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة بقى وألف. العجيب أن الحق تبارك وتعالى استخدم لفظ إيه جلودهم
كلما نضجت جلودهم بدلنا نعم. كلما نضجت جلودهم نعم. طيب ليه ما استخدمش الجلد كحالة واحدة؟ لأن ثبت علميا سبحان الله أن جلد منطقة العين يختلف عن جلد منطقة الخد، يعني في الجسم نفسه في جلود مش جلد واحد، يعني ما قالش كلما نضج جلدهم المفروض تبقى كده، مش جلودهم يعني، يعني هي سياق الآية تبقى كده لكن جلودهم عشان أصلا سبحان الله في الجسم نفسه في جلود مش جلد واحد، في مناطق كل منطقة لها سمة معينة من الجلود. دي لمحة برضو جميلة سبحان الله. والأعجب كمان سيادتك أن الحق تبارك وتعالى في سورة محمد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هنا استخدم قطع أمعاءهم مش ليذوقوا الله ليه؟ لأن جوا أصلا ما فيش خلايا حسية، فإيه اللي بيحصل؟ سقوا ماء حميما نعوذ بالله من ذلك، فبيقطع الأمعاء أعوذ بالله. فلما تتقطع الأمعاء بتحمل جواها بقايا الطعام، فتدخل بقايا الطعام في الأحشاء، وأصعب شيء في الإنسان أن يدخل جزء من الطعام في الأحشاء وكأنه سكاكين تقطع في جسم الإنسان من الداخل. فهنا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم في سورة محمد سبحان الله العظيم. يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الأول حضرتك لو في حتة أنه الإعجاز العلمي والقدر العلمي وكذا وكذا، هل تعرف حضرتك أن تلت القرآن يتكلم عن الظواهر الكونية؟ تلت القرآن تلت آيات القرآن تتكلم عن إيه؟ عن الظواهر الكونية والمعجزات الربانية. إذن الأمر يعني يعني طبعا يعني عشان احنا نلتفت لهذا الكلام. نعم وعلى فكرة يعني القرآن الكريم يا دكتور، يعني في ناس بتاخد القرآن على إنه كتاب يدعو إلى الجنة ويحذر من النار. لا، القضية مش كده. يعني القضية يعني الآيات اللي بتتكلم عن الجنة والنار إذا قيست بالآيات تتكلم عن الكون زي ما حضرتك بتتكلم، والآيات تتكلم عن المعاملات، هنجد الموضوع الجنة والنار ده مش هو القصة. نعم سيدي. يعني هو طبعا أكيد يعني يحتوي القرآن على هذا، ولكن القرآن فيه كل يعني يعني فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم إلى آخر يعني. وكمان سبحان الله العظيم سمحت لي أن هذا هو ديننا أصلا فيه ثلاث مبني على ثلاث أسس. نعم. الأول العقيدة. نعم. ثم العبادة ثم المعاملة. للأسف الشديد يعني بدون قصد طبعا إخواننا ولا ممكن يعتقد أن الدين هو بياخد الجزء اللي هو العبادة بس. نعم. لكن هو الثلاث أتلات دول متساويين. العقيدة، العقيدة أولا أن تؤمن بالله طبعا والملائكة والقرآن وإلى آخره، والخير والقدر خيره وشره. آمنت نعمل إيه بقى؟ العبادة، نعبد اللي هو إيه؟ بني الإسلام على خمس. نعم. ففيما بينك وبين ايه هي القضيه، يعني فيما بينك وبين الحق فالله سبحانه وتعالى يغفر. نعم. اما فيما بينك وبين الخلق لا يمكن الا ان يعفو. نعم. صاحب الحق يعني لن ينصب الميزان الا بعد القصاص. نعم. نعم. والثلث الثالث اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ المعاملات. نعم. احنا بنغفل الجانب ده يعني كثير منا طبعا عن غير قصد، فبيهمل جانب الايه المعاملات. نعم. لا ده هو على نفس القدر من الأهمية من العبادات. نعم. طيب إذن يعني ونحن نتكلم أيضا عن الإعجاز العلمي في القرآن. نعم. دكتور فراج، هناك آيات كثيرة طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وطبعا احنا بنحس الكلام ده لما بنطلع الجبال وبنطلع الاماكن العاليه. نعم. وسبحان الله يعني هذا كلام علمي بحت. العلم الحديث ماذا قال فيه؟ هو لم يكن ايام النبي صلى الله عليه واله وصحبه. نعم. وسلم لم يكن هناك حاجه اسمها اكسجين اصلا. نعم. يعني كاسم كتعريف كتعريف. نعم. هو بيشم بس مش عارف هو بيعمل ما يعرفش. نعم. اكسجين 20% ولا نيتروجين ولا الكلام ده كله. نعم. سبحان الله العلم الحديث يثبت ان الاكسجين نسبته بتقل كلما ارتفعنا الى ايه؟ الى اعلى. ولذلك المتسلقين بتوع الجبال بياخدوا اسطوانات اكسجين. نعم. والناس اللي بتطلع فيحس حتى باي كذا فيحس بضيق في التنفس. فسبحان الله القران استخدم اللفظ الدقيق، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره يوسع، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فهو مش قادر. فده ايه؟ طب يعني ايه؟ طيب جات من فين دي؟ جات من نقص الاكسجين.
فمن الذي أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ من 1400 سنة لما اكتشفوا الأكسجين بقى والنيتروجين والمعادلات دي امتى؟ بهذه الحقائق يعني العلمية. هذا كان عنده معامل. نعم. سبحان الله. فهذا يعني يثبت على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل من نادو الحق تبارك وتعالى على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. واحنا كمان يعني انت حضرتك بتقول ان احنا بنستنى الغرب لما بيصدر لنا، حتى ولو صدر لنا هذه الايه واكتشف الاكسجين ومش الاكسجين، خلاص احنا امنا بالقران. ما احنا يعني احنا بفضل الله يعني جعلنا القران هو نبراس. نعم. ودستور طبعا ان صح التعبير. فمش يعني انما لما بسمع الكلام ده من حضرتك كاستاذ جيولوجيا مثلا او ابحاث علميه بنستزيد طبعا. نعم. يعني تمسكا بهذا الكتاب، ونستزيد ايضا يعني توثيق الصله بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. وبكلام الله سبحانه وتعالى وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا هو الحق تبارك وتعالى، ليزداد الذين امنوا ايمانا. اذا نعم. يعني نعم. وفي نفس الوقت زي ما قلت حضرتك ان احنا نخاطب غير المسلمين. نعم. بحقائق الاعجاز العلمي. فكم من العلماء اسلم بسبب حقيقه علميه وجدها في القران الكريم. يعني نعم. روبرت هيل وغيره وغيره وغيره، ناس اسلمت بسبب حقيقه. طبعا لان هو ما هو فاهم. نعم. يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول وما يعقلها الا العالمون. نعم. وبعد ما ياخذ. نعم. الجهد ده كله. نعم. والبحث والعناء ده كله يكتشف ان هذا كلام موجود في كتابنا من 1400 سنه. نعم. ادي اللي قصده. ويسال مين الكتاب ده؟ يقول لك ده محمد، يبقى اذا سيدنا النبي هو النبي امي مبعوث صلى الله على حضرته. نعم. وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. 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 ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني في سوره الاسراء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. نعم. ولا يزيد الظالمين الا خساره. نعم. ومع ذلك يا دكتور يعني في بعضهم بيدخل في الاسلام والبعض الاخر رغم الحقيقه الواضحه والجليه امامه يبقى على ما هو فيه من الكفر والعناد. سيدي الكريم. نعم. ابو جهل كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه. نعم. ورغم ذلك ظل على كفره. نعم. وغيره. نعم. هل هذا كان تقصيرا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. حاشا وكلا. نعم. ولكنه قدر الله يسري وهو نافذ لا محاله، فمنهم شقي وسعيد. وسعيد. فاللي ربنا يريد له السعاده سبحان الله بتيجي على يعني هو نفسه لا يريد الهدايه. يعني من في ايات القران مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ربنا لا يضل ولا يرضى لعباده الكفر. هو عايز، هو عاشق الكفر زي ما مولانا الشيخ الشعراوي. نعم. يعني هديناه النجدين. نعم. هو يختار. نعم. نعم. هو يقول لك انت عاشقت الكفر فهنختم على قلبك. نعم. لا الايمان يدخل ولا الكفر يخرج والعياذ بالله. نعوذ بالله. يعني ما هو عاشق الكفر يعني. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني في سوره الليل اعتقد في سوره الليل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والثاني قال لك فسنيسره ايضا للعسرى. ما هو عايز يعني هو اراد. نعم. ولذلك البعض بيفسر الايه الكريمه يهدي من يشاء، يهدي من يشاء الهدايه. يعني الشخص الذي يريد الهدايه هو ربنا سبحانه وتعالى بيهديه. وبعد كده الذين اهتدوا زادهم هدى. نعم. واما ثمود فهديناهم. نعم. فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله. نعم. سبحان الله. نعم. سبحان الله. في سورة الروم، بداية سورة الروم أيضا وقفة مع الإعجاز العلمي. نعم. في القرآن. نعم. الكريم. نعم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يا سلام. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله. هو الإعجاز هنا بقى. ينصر من يشاء وهو هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. الله يفتح. نعم. عليك محطة مهمة جدا. نعم. غلبت ألف لام ميم غلبت الروم. في أدنى الأرض كان دائما فيه حروب بين الفرس والروم زي النهارده المعسكر الغربي والمعسكر الكلاكيتي. نعم. مره يعني طبعا امريكا الله. وروسيا والمعسكر الغربي والشرقي. نعم. فغلبت الروم في ادنى الارض، فاذا الفرس غلبوا الروم في المره دي. في ادنى الارض، الاعجاز سبحان الله في كلمه في ادنى الارض. في ادنى الارض زي ما ذكرنا ان الصحابه رضوان الله عليهم بيفهموها حسب واقع البيئه اللي نزل فيها القران. خلاص ادنى الارض يعني أسفل. اقرب. نعم. او الاقرب. لا نعم. على وقتهم. نعم. اقرب ارض الروم الى ارض العرب. نعم. وفعلا اللي هي عند منطقه البحر الميت. نعم. ياتي العلم الحديث سبحان الله العظيم ليثبت ان هذه المنطقه هي اقل منطقه انخفاضا عن مستوى سطح البحر. سبحان 400 الله. متر سبحان الله. هي دي ادنى الارض. دي ادنى الارض سبحان الله. ما فيش منطقه في الارض ادنى في اسفل سطح البحر بهذا الانخفاض.
قدر هذه المنطقة اللي هي مين؟ منطقة البحر اللي يغور البحر الميت. انت عارف حضرتك البحر الميت ده اصلا اساسه خسف اصلا. وقاع البحر الميت يصل الى حوالي 774 متر تحت سطح البحر. 774 متر تمام. والمنطقة نفسها منخفضة، يعني هي ادنى الارض بالفعل. ادنى الارض بالفعل. نعم. سبحان الله. نعم. غلبت الروم في ادنى الارض. من الذي اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل هو كان مثلا رحاله مثلا شاف الدنيا كلها ولم يقص الارض ولا فيش اي حاجه تدل على ذلك يعني؟ تمام. يبقى غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سبحان الله العظيم. هذه الايات نزلت، المباركات نزلت في صلح الحديبيه سنه نعم. سته نعم سنه سته من الهجره. نعم. يشاء السميع العليم اني في بضع سنين يعني هينصرهم يعني في بضع سنين. في نعم. بضع سنين يعني في بضع سنين في حوالي ايه والبضع يعني من 3 ل 9 فحصل فعلا. نعم. غلبت الروم. نعم. فين؟ بعد 7 سنين. لا غلبوا بقى غلبوا فارس. غلبوا فارس في يوم انتصار المسلمين في غزوة بدر كما يقول. بالضبط كده. نعم. انا عايز اقوله كمان ان ده وافق انتصار للمسلمين. نعم. فبالتالي ويومئذ مركبة يفرح المؤمنون. طب ومين يتنبأ بحدث هيحصل بعد 9 سنين وفي نفس اليوم؟ سبحان الله. يعني احنا ممكن نتوقع مثلا ان الدولة القوية هتغلب الدولة الضعيفة، انما فين اليوم والتحديد؟ نعم. سبحان الله. هذه عظمة القرآن وهذه عظمة سيدنا رسول الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اللي هو نصر بدر. نعم. نعم. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نعم سيدي. نعم. نعم. محطة سبحان مهمة جدا. الله يفتح على سبحان الله. لا وشوف شوف حضرتك يعني. نعم. وهو العزيز الرحيم. نعم. يعني مش هو القوي العزيز. نعم. يعني نعم. شوف رحمة ربنا بالمؤمنين، ما هو يعني ينصر من يشاء يقابلها. نعم. وهو القوي العزيز. نعم. العزيز الذي لا يغلب. الذي لا يغلب. والرحيم الرحيم. نعم. بعباده المؤمنين سيدنا. نعم. النبي وأصحابه. نعم. إنهم حيجيهم مين؟ نعم. نعم. النصر. نعم. نعم. سبحان نعم. الله العظيم. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. يعني تتوالى طبعا آيات القرآن الكريم التي تؤكد يعني الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العظيم الذي تحدى الله به يعني زي ما نقول أساطين البلغاء ومساقيع العلماء على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، بل تحدى الإنس والجن وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله العظيم. العجيب كمان من السيد الكريم يعني حاجة بسيطة جدا، وأنا أهو دي من عندي أنا لكل المهتمين على مستوى العالم. نعم. على مستوى العالم من هذه القناة وجه سؤالا لكل المهتمين بمسائل العلم. نعم. سواء كانوا على الإسلام أو غير الإسلام أو غيره. الحق تبارك وتعالى يقول ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم. إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم. سورة الروم. هي سورة الروم. نعم. 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 طيب إذن اختلاف الألسنة في نفس من بلد لبلد بتختلف اللغة، في نفس البلد تختلف اللهجة. وهكذا ربما في القرية الواحدة. ربما في القرية الواحدة مش كده حضرتك؟ نعم. نعم. طيب إذا كان الأمر مرتبط بكذا ومسائل يعني إيه بيخضع كل شيء كناحية علمية فقط، طيب الطيور الديكة خلقت قبل الإنسان بملايين السنين، لماذا صياح الديكة في مصر هو نفسه صياح الديكة في أمريكا، هو نفسه في روسيا، لم تتغير لغته؟ هو الاختلاف في الإنسان. ما هو الإنس والجن. الإنس والجن. الإنس والجن. نعم. تمام. طيب نهيق الحمار أعزك الله هو نفسه في كل مكان. الحمار الأمريكاني زي المصري زي ليه ما بيجيش اختلفت؟ إذن في سر وراء الموضوع يدعو إلى التأمل وإلى التفكر، وأن هذا الكون وراءه يعني حكيم واحد وهو واحد واحد وتعالى. فقط. نعم. يعني 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 توحد الخلق وتوحد هذا يعني هذه الاشياء يدل على ان الخلق واحد. يعني اللي خلى اسبانيا لغتها هي جنب البرتغال. نعم. جنب فرنسا. نعم. جنب انجلترا. 4 لغات في وغير لما تخش بقى لناحيه الشرق بولندا والمانيا وكل الناس. حضرتك لما نقول صعيد مصر والوجه البحري ده اللغه بتختلف. اللهجه بتختلف. طيب إذا ليه الديكة أو البقرة والحيوانات عموما ليه لغتهم ما اختلفتش؟ إذا في حاجة هنا. أو حنقول منطقهم ما اختلفش ليه؟ طيب إذا في لأن هم مخلوقين لهذا الغرض يعني. سبحانه وتعالى. نعم. إنه موجود. نعم. سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم.
طيب يعني عندنا آيات في القرآن الواحد لما بيقرأها دكتور يعني أحيانا مثلا إيه، وإذا البحار سجرت والبحر المسجور، البحر يبقى تحته نار. طب يعني كيف ذلك، وكيف اكتشف العلم الحديث يعني هذه الحقيقة؟ ودي من علامات القيامة، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت لحد وإذا البحار سجرت، يعني إذا والبحر المسجور، ربنا أقسم بالبحر المسجور أيضا. يعني الواحد مش متخيلها أن يكون تحت المية نار. الله يفتح على حضرتك، طبعا محطة مهمة جدا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، في رق منشور، جميل القرآن، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فالبحر المسجور بإجماع كل المفسرين أنه المتقد نارا، يعني في نار. فهنا أمر عجيب سبحان الله، تم اكتشاف حديثا ان هذا البحر اللي احنا شايفينه من فوق كده امواج وجم، تحت فيه براكين وحمم تقذف بملايين الاطنان من النيران. يا سبحان الله، تحت البحر، تحت البحر سبحان الله، مش باين طبعا اعماق البحار والمحيطات بعيد. سبحان الله، ملايين الاطنان من هذه الكتل الناريه من الصهاره لا هي تبخر الماء ولا الماء يطفئ هذه النار، والاثنين في توقيت واحد. فلما تجي الحمم تطلع، فالماء اللي بملامس ليها بيتبخر، يعني يغلي وبيتبخر، فيطلع لفوق يقابل ماء اقل منه في درجه الحراره، فيتكثف ويروح راجع مره ثانيه، ينزل ثاني. الكلام ده كله مش ظاهر على السطح. فمين اللي عرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البحر ده تحته نار وبحر مسجور؟ ربنا. اذا هذه ايه من ايات الله. العجيب يا أخي، العجيب سبحان الله، أن سيدنا رسول الله بإجماع كل العلماء كله أنه لم يركب البحر ولم يركب نهر. ولم يركب نهر، هو نهى كمان عن ركوب البحر إلا الله يفتح إلا لضرورة، يعني أو كذا، مش يروح يصطاد. تمام. لا يعني هو عايز يقول أنه هو حضرته صلى الله عليه وسلم حتى ما ركبش البحر، حتى عشان حتى يبقى فيه ولو شبهة واحد في المليون لغير المؤمنين بالقرآن انه ربما شاف حاجه. ده اصلا ما ركبش البحر، ما راحش البحر. ايوه يعني اذا ما عندوش العلم اللي هو يؤكد هذا الكلام خالص، ما شافش البحر اصلا. يعني ما ركبش على البحر. اذا ازاي عرف ان كمان ان مش كده وبس، ده تحت البحر ده في نار. اذا لا يمكن، يبقى ان هذا لا شك ان هذا الكلام هو من كلام عند الله. الله سبحانه وتعالى، من عند الله، نزل به الروح الامين على قلب سيدنا رسول صلى الله صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين يعني هو سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالشيء ونقيضه في آن واحد. حضرتك بتقول إن البحر المسجور نار وحمم تحت المية، لا هي يعني لا هي بتطلع ولا المية بتدخل الماء ولا الماء بيطفيها. سبحان الله. ما هو عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالشيء ونقيضه، يعني يحيي ويميت. نعم سبحان الله. يعني في النهارده مثلا احنا دلوقتي عندنا ليل، في أماكن تانية عندها نهار. يعني الشيء ونقيضه. يعني ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه، من الحي سبحانه وتعالى. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الله الله، يعني طبعا في سوره ياسين جميل، رائع. الله يفتح عليك. نسلخ منه النهار، والله انا مستمتع بالله. لا ما هو انا يعني جاهز لحضرتك حاجات كثيره يا دكتور، بس نتمنى ان الوقت يعني يساعدنا. يعني وآية بسم الله الرحمن الرحيم من سورة ياسين، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري. فهنا آية لهم الليل نسلخ. السر في كلمة نسلخ، ليه القرآن استخدم لفظ سلخ نسلخ؟ فسبحان الله العظيم، هذا النهار الذي نراه لا يتعدى سمكه 200 كيلو متر فوق سطح الأرض، 200 والكون كله ظلام. سبحان الله. الشمس تبعد عن الأرض 150 مليون كيلو متر. الضوء يصل من 150 الشمس. 150 مليون دي تودينا فين يعني؟ دي حضرتك بتروح امريكا على بعد كم؟ ده المسافه من اسكندريه لاسوان 1000 كيلو. من اسكندريه والمليون 1000 والمليون 1000 و150 مليون، ده صعب. صعب تخيلها يعني. ده دي يا فندم لا تطلع. ما تطلعش نقطه في بحر في الكون. سبحان الله العظيم. الكون بيقاس المسافات بالسنين الضوئيه، ومعناها الضوء، المسافه التي يقطعها الضوء في سنه، وسرعه الضوء في الثانيه الواحده 300000 كيلو متر في الثانيه. سبحان الله. يعني نروح من اسكندريه لاسوان 300 مره في رمش العين كده، الضوء، سرعه الضوء. فاحنا بنقيس المسافات بين المجرات في الكون بالسنين الضوئيه. دي طبعا لعظم. فالله واسع، يا من يحار الفهم في قدرته طبعا. فطيب النهارده بيتكون ازاي يا استاذنا؟
اصلا الشمس ماشيه الاشعه بتاعتها، قلنا ان الضوء بيجي من الشمس الى الارض في 8 دقائق وثلث. من الشمس الى الارض في 8 دقائق وثلث، يعني الضوء اللي جانا دلوقتي اهو 8 دقائق بتاعتنا احنا، طلع من الشمس من 8 دقائق وثلث. انما في الفتره دي يعني كان لسه مظلم، يعني لحد ما ينزل هو ماشي في ظلام، ماشي في ظلام. لما وصل على سطح الارض والغلاف الجوي اللي فيه ذرات من الغبار وكذا كذا، فانعكاسات وانكسارات، فحصلت كونت لك مين؟ كونت لك النهار. طب النهارده سمكه قد ايه؟ 200 كيلو بس. يعني 200 كيلو دي بالنسبة لل 150 مليون كيلو ولا حاجة، يبقى زي جلد الذبيحة بالنسبة للذبيحة. يعني حاجة رقيقة، حاجة رقيقة جدا. عشان كده ربنا استخدم اللفظ ايه؟ نسلخ. يبقى إذن الليل هو ايه؟ الأساس، والنهار هو الاستثناء. فالليل ايه؟ نسلخ منه النهار، كأنه بتسلخ جلد. كأن الظلام الزبيحة. يعني هو ده دليل على ان الظلام اكثر. نعم، هو الظلام اكثر. انت قلت لي 200 كيلو من اصل كام؟ من اصل 150 مليون كيلو. 150 مليون، يعني اذا يعني اذا حاجه لا تذكر، لا يعني لا تذكر. يبقى الحق تبارك وتعالى لما يستخدم لفظ نسلخ، زي مثلا اعزك الله جمل او بقر، سلخ الجلد منها. يبقى ايه الجلد؟ سمكه بالنسبه لباقي الذبيحه ولا حاجه، ولا حاجه. اهزك سبحان الله العظيم. منه النهار، وايضا كمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يولج الليل في النهار. نعم. ويولج النهار في الليل. نعم. عمليه الادخال. نعم. يعني عمليه مش الكون بيرتبك مثلا، ده احنا لو حركنا بابه من مكانه نحدث دربكه. فسبحان الله العظيم، عمليه ايلاج الليل في النهار وايلاج النهار في الليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يستخدمها ايه: الم ترى ان الله يولج الليل في النهار. نعم. ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر. كنا راكب كده في سبحان الله، انا يعني قدر لي ان انا ارى المشهد بين الليل والنهار وانت راكب في الطياره حضرتك. يعني سبحان الله، الجزء ده ليل وجزء ده نهار. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وهنا حضرتك والشمس تجري. نعم. الشمس تجري لمستقر. في صدر الاسلام الصحابه رضوان الله عليهم حينما خلاص الشمس، لكن هي هو ما علقش، هو علق خد ان هي بتمشي بتمشي يعني خلاص. لكن هنا تجري، اتضح ان الشمس دي اولا لها حركه حوالين محورها. نعم. ولها حركه مع الكواكب اللي هي بتاعتها بتدور حول مركز المجره بتاع درب التبانه. واخد بالك؟ فطبعا سرعات درب التبانه ده فين ده؟ مجره درب التبانه دي ده مجره من بلايين المجرات الموجوده في الكون. سبحان الله العظيم. ويعني ليه سموها درب التبانه او اللبانه؟ كان احنا سميناها على الدروب بتاعتنا، يعني زي اللبن المسكوب كده او التبن عزك الله تعالى، اللي هي النجوم، شكل النجوم. فالشمس بتجري بسرعة يعني سرعة رهيبة، يعني تزيد عن حوالي يمكن أكثر من حوالي 100,000 كيلو متر في الساعة. بتجري ومعاها مين؟ الأرض. وأنت عارفة طبعا الأرض بتلف حوالينا، بتدور حوالينا. سبحان طب الله. طب احنا لماذا لا نشعر بعملية الدوران دي يا دكتور؟ لأن يا فندم لو أنت في قطر متحرك وأنت واقف على المحطة بتاعت سكة الحديد، والقطر جاي بسرعة جدا، ما وقفش في المحطة. أنت على المحطة شايف القطر ايه؟ قادم عليك بسرعة. جاي عليك. متحرك بسرعه. طيب لو في اتنين جوه قاعدين على الكرسي في القطر، والقطر ماشي بسرعه شديده، هيشوفوا هم شايفين نفسهم. ممكن يكون بيعملوا يعني قاعدين مع بعض بيحكوا بيشربوا شاي، فهم بالنسبه لبعض ساكنين. لكن بالنسبه للي شايفهم من بره متحركين بسرعه رهيبه. فانت عشان تشوف الارض بتتحرك، لو طلعت في الفضاء فوق بصيت على الارض هتلاقيها بتتحرك حركتين، حركه حوالين محورها حوالين يمين الشمس. طبعا حوالين محورها بتتحرك كل 24 ساعه، وحوالين الشمس كل 365 كل سنه. يعني كل سنه. نعم. سبحان الله. وبعدين ايه؟ كل في فلك يسبحون. والعجيب لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله يفتح عليك. سبحان الله. العجيب يا اخي ان جمله عباره كل في فلك تقراها من ناحيتين، تقراها من هنا كل في فلك، كل في فلك زي ربك فكبر. ربك فكبر. ربك فكبر. كل في فلك تراه من شمال ليمين تطلع. نعم. كل في فلك. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. يعني ده طبعا ده استنباط ايضا من القران. نعم. في اللغه، ولكن هنتكلم في الحقيقه العلميه. نعم. الحقيقه العلميه صعبه جدا، يعني سبحان الله العظيم. وعمليه ايلاج الليل برضه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من لديه مراكب فضاء. لا طبعًا. ولا سفن فضاء ولا تلسكوبات، فمن الذي اخبره هذه الحقائق العلميه؟ سبحان الله. إنه الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى ايضا في سوره الفرقان يقول: تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة الله لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. اللهم اجعلنا من الشاكرين. نعم.
الليل والنهار خلفة. نعم. يعني الاثنين داخلين في بعض. نعم يا سيدي. يعني حتى ان في بعضهم بقى يعني ناقش قضية هل الليل مخلوق الأول ولا النهار؟ نعم. ولا الاثنين خلفة؟ نعم. يعني اختلف العلماء يعني، ويمكن يكتشفوا لنا أشياء ثانية الله أعلم يعني، ما أعرفش الجيولوجيا قالت إيه في القصة دي. هو أصلا الله يعني سبحانك ما دونك فهو رمز لك. ما دونك فهو رمز لك، وما رمز لك إلا بك. سبحان الله العظيم. حين خلق الليل ما هو مش حيب يعني، ما دام ليل يبقى في نهار، وما دام نهار فيبقى في ليل على طول. يبقى الخلفة هنا يعني، الخلفة هنا يعني أنت عندك نهار بعضه بعضا. أنت عندك نهار والتاني عنده ليل، يعني الاثنين مع بعض. الاثنين مخلوقين مع بعض. ما ينفعش يكون الليل مخلوق أولا وبعد كده يدخل فيه النهار. نعم. وزي ما قلت لحضرتك اللفظ القرآني اللي هو إيه؟ يعني السلخ، وآية لهم ليل نسلخ نسلخ منه النهار. دي حقيقة علمية فعلا يعني، كانت تغيب عن، أنا كنت أعتقد يا دكتور يعني نسلخ منه النهار يعني نطلع منه النهار، يعني زي ما زي سلخ الناقة زي ما احنا بنقول يعني، إنما مش نطلع بالشكل اللي أنت حضرتك وضحته لنا، إن 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 200 كيلو المسافة اللي هي المنيرة أو المضيئة يعني، لما ضوء الشمس بيسقط على الأرض، وعندنا 150 بتقول 150 مليون 150 مليون كيلو ده بعد الشمس. طب الواحد يحسبها ازاي دي؟ سبحان الله العظيم. قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين مع بعض. لا طبعا ما دام جو مع بعض يبقى فيه ليل ونهار. تمام تمام. لسه واصله حالا. طب ما هو ده كويس. سبحان الله العظيم. يعني يعني فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. دليل السماوات. فقضاهن نعم. سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. ما دام قال سماء يبقى بمشتملاتها. سماء والارض ما هو فيها بما فيها يعني بمشتملات. وما بينهما. نعم. وما بينهما اللي هو الليل والنهار. نعم يا سيدي. نعم. نعم تمام. طب دكتور يعني مش عارف احنا وقتنا للاسف انا يعني الوقت هو اللي مش هنستطيع ان احنا في خلال هذه الحلقه يعني ان احنا نستعرض كل ما ورد من الاعجاز العلمي في القران الكريم، ولكن يعني بقدر ما نستطيع. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل الله آدم الله خلقه من تراب ثم قال له إيه كن فيكون. طب يعني الحقيقة العلمية هنا يعني مثل عيسى كمثل آدم. طب آدم ربنا سبحانه وتعالى قال له لما تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. طب مثل عيسى وهو روح الله نعم. إزاي كمثل آدم خلقه من تراب. نعم. نعم. نرجع لما رجعنا في أول حلقة سيادتك لما ذكرنا أن هذا الكلام حينما نزل على قلب سيدنا صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذا الكلام على أن آدم ليس له أب وعيسى عليه السلام، آدم عليه السلام ليس له أب وعيسى عليه السلام ليس له أب. نعم. فإذا آدي المثلية أهو كمثل آدم من ناحية الخلقة يعني. طب خلقه من تراب تعود على مين؟ مين؟ على آدم ولا سيدنا عيسى ولا الاثنين؟ الاثنين الاثنين الاثنين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه. يعني الكلام هنا عن سيدنا. خلقنا الإنسان من سلالة. أيوة أنا واخد بالي، يعني هو العطف يعود على أقرب مذكور. نعم. يعني هنا خلقه من تراب، يعني يعود على آدم ولا يعود على سيدنا عيسى ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين الاثنين. إن مثل عيسى عند الله كمثل، أصل هذا من ذاك. نعم. تمام. انا مش بجادل، انا بوضح المعنى حضرتك. أنا والله مستمتع. انا بوضح المعنى. لا ده جميل. الله يفتح على حضرتك. وبسم الله ما شاء الله الثقافه الواسعه وال يعني احنا ما شاء الله يعني نتعلم حاجه رائعه. بسم الله ما شاء الله يعني. ف ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، ففهمت في ذلك العصر على انه وما زال اب واب وما زال يعني على ان هذا خلق من غير اب وهذا خلق من غير اب. سبحان الله العظيم. ده شيء جميل. لكن نبص لما نعد في القرآن الكريم هذه الآية. نعم. المباركة آية 59 من سورة آل عمران. نعم. فلما عدينا عدد مرات ذكر آدم في القرآن الكريم، ذكر آدم عليه السلام. نعم. آدم 25 مرة. قال يا آدم ويا آدم اسكن يعني 25 مرة. 25 مرة. نعم. وعدد مرات ذكر عيسى عليه السلام. نعم. 25 مرة. إذن آدي مثليه أهو. في ناس يا دكتور يعني بالمناسبه يعني تيجي عند الاعجاز العددي للقران الكريم وكانك انت اصبته يعني بشيء، يقول لك انا القران ما تعدليش يعني. طب ما هو ده ربنا سبحانه وتعالى يقول افلا يتدبرون القران. طب محمد عند غير الله محمد صلى الله عليه وسلم نقول له محمد صلى الله عليه وسلم كم حرف؟ أربع حروف مذكور في القران اربع مرات. هل هذه صدفه؟
انا شايف انها اعجاز. يعني في البعض يرى ان يعني احنا ما ناكدش على هذا الكلام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومش ممكن واحد يالف كتاب بهذا الشكل. مش ممكن. يعني مثلا ما يجيبش الدنيا والاخره، الجنه والنار بنفس العدد. بنفس العدد. والايام مثلا كلمه يوم في القران ذكرت 365 مره. نعم سنه. يعني في السنه. يعني اذا السنة 365 يوم. نعم. وهكذا يعني ما فهنا في بالنسبة. نعم. لسه كمان حتة عيسى وعشان برضو حتة وآدم عليهم السلام، هذه الآية 59 في سورة آل عمران. نعم. لو حضرتك شفنا من أول القرآن من أول فاتحة تكرار آدم عليه السلام في الاسم 59 لغاية الآية 59 يطلع كام؟ سبع مرات. سبع مرات. وتكرار عيسى عليه السلام يطلع برضو نفسه سبع مرات. ازاي طب دي؟ طيب حتة تانية في سورة البقرة دخلنا كده في الإعجاز العددي. البقرة هو ما هو بتفتح انت حضرتك بقى، انت مخير كده اللي فتحت الشهية يعني. في الإعجاز العددي كلام كتير. عدد آيات سورة البقرة كام؟ 286 آية. لو جينا قسمناها على اثنين 143 نلاقي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا البعض بقى ما الكلام ده ناقشناه كثير يا دكتور، بس يعني في البعض مثلا يقول لك ايه، لا دي مصادفة وليست يعني لا تعول على القرآن من هذه الناحية. أنا شايف يعني بعلم المتواضع أنه ده أيضا يدخل في الإعجاز. نعم. لأنه لا يمكن مثلا واحد هيألف كتاب وهيعمل فيه كل البنود دي، ده مستحيل. ولو كان ولا يطرأ عليه تغيير. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثير. نعم. إذن المسألة محكمة. محكمة من عند الله. نعم. من عند الله تبارك وتعالى. وبعد كده هنا يمكن إذا سمحت لي سيادتك في آخر سورة في سورة الحج. نعم. الذباب. يعني الله يفتح على حضرتك. هي الآية اللي هي يا أيها الناس ضربوا بمثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم هنا الإعجاز بقى في يسلبهم دي. يسلبهم بقى يعني. نعم. الأخذ بالقوة. نعم. السلب الأخذ بالقوة. وبعدين لا يستنقذوه. نعم. يعني حتى لو سلبهم بالقوة أو من غير القوة. نعم. مش هيستنقذوه منه. نعم. مش هيعرف يطلعوا منه. نعم. إيه العلم الحديث أثبت إيه في موضوع الذباب؟ ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك في الآية البقرة الدكتور إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم. يعني إذن الأمثال في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس. نعم. وما يعقلها إلا العالمون. العالمون. سبحان. نعم. الله ربنا. نعم. يجعلنا منهم يعني. نعم. آمين. نعم. يا رب. فيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والخطاب هنا للناس. نعم. مش يعني مش للذين أمنوا، للناس. نعم. نعم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم طبعا الخلق ده مش هيحصل. لا خلاص مستحيل. ده انت حضرتك لما تشوف التشريح اخواننا بتوع الفسيولوجي ويشوف تشريح الذبابه، شيء للذبابه دي شيء. نعم. لا يصدقه عقل. لها كم عين وكم قلب وكم مش عارف وعيون مركبه. ما تقول لنا كده يا دكتور. لكن يعني لكن. نعم. لكن القضيه بتاعتنا فين بقى؟ نعم. وإن يسلبهم. نعم. فالذباب سبحان الله العظيم ثبت علميا ان الذباب مين اللي بيهضم الطعام ومين اللي كذا يستقر فيه لبعض الوقت من الهضم؟ المعده. مش في داخل الذباب لا يحتوي على معده. ملوش معده. دي خرطوم كده انبوبه فيفرز ماده على الماده اللي هو على الماده اللي ايه اللي هيمتصها دي. فبمجرد ما بياخدها بيفرز عليها ماده وهي بره قبل تخش في دمه. يعني هو خد الدم بتاع الانسان. خد الدم خد شوية. اي ماده خد من شوية الطعام دم او طعام اي حاجه او طعام فيروح فارز عليها ماده. ويروح تتحلل تصبح ماده ثانيه مختلفه وتروح داخلة فين؟ في الدم بتاعه مباشرة من غير ما تمر على مين؟ يعني على المعدة. فإذا لو جابوا مهما حصل عشان لو مسكوا الذبابة عشان يلاقوا المادة مش حيلاقوها مش هي. طب وحتى حيلاقوها ازاي؟ ده ما فيش معدة فهتكون دخلت في الدم أصلا وانت خلص. يعني وإن يصبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. زي بيقول كده نو واي يعني مش ممكن يعني لا يستنقذوه منه. ولذلك بعدها ضعف الطالب الله العظيم والمطلوب. سبحان الله العظيم. سبحان الله. فمن الذي أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ يعني العرب عندما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم هم فهموا إنه خلاص الذباب لو خد مش هتقدر انت ايه تجيبه تاني او ايه تسترده مره اخرى. نعم. انما ما يعرفش حقيقه ان الذبابه بقى ملهاش بتفرز ماده. نعم. ملهاش معده يعني كل. نعم. ده العلم الحديث اثبته طبعا. نعم. سبحان الله. نعم. العظيم معاني واعجاز مركب في ذات. نعم. كمان في الايه اللي هي في سوره البقره ان الله لا يستحي ان يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. نعم.
يعني في ما اعرفش يعني الكلام ده احنا سمعناه برضه دكتور يعني فما فوقها اي فما دونها في الحجم او في الصغر او في الدناءه يعني. نعم. وقالوا كمان ان في فما فوقها يعني في كل ذبابه في فوقها ذبابه ثانيه، هل الكلام في كائنات اخرى بتعيش اصلا على فوق الذبابه فوق الذبابه اصغر؟ نعم. فلكن هو المعنى طب احنا ما بنشوفهاش دي طبعا سبحان الله، طبعا دي بالعين المجرده لا ترى. العظيم القران زي ما ذكرت لحضرتك المعنى يسري ويفهم حسب البيئه اللي كانوا موجودين فيها الصحابه رضوان الله عليهم وفي زمانهم، ويفهم بالعلم الحديث بهذه الاكتشافات وهذه الحقائق. ودي حلاوه وجمال القران انه سبحان الله حتى ياتي يوم القيامه كالبكر التي لم تفض. يعني حتى يعني كل اللي احنا بنجتهد فيه ده في الاخر ما يعني سبحان الله العظيم يعني وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولذلك الحاجه الوحيده اللي الحق تبارك وتعالى يعني امر حبيبه صلى الله عليه وسلم بالاستزاده منها وهي ايه؟ وهي العلم. العلم. وقل رب زدني علما. زدني علما. نعم. نعم نعم. يعني القران طبعا مليء بالايات الكونيه والايات اللي هي تدل على يعني مش هنقول صدق القرآن الكريم طبعا سبحان الله العظيم صدق الله بالنسبة للمؤمنين قل صدق الله ما فيش كلام. نعم. وصدق رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وصدق سيدنا جبريل وصدق به. نعم يا سيدي. وقيل ان هذه الآية يعني وردت في سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر. نعم. الذي جاء بالصدق وسيدنا النبي وسيدنا أبو بكر هو الذي صدق به. ممكن يعني نعممها والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. كل من جاء بالصدق وكل من صدق الصدق. نعم. يعني عشان من نعم. ما نحجرش بس في الآية. نعم. ايضا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. نعم. وهي تمر مر السحاب. يا سلام. صنع الله الذي فين ما انا بشوف الجبل زي ما هو ده بيمر. نعم. ما انا شايفه. نعم. يعني عيني عليه ما بي طب ازاي يا دكتور؟ هذه حقيقة دوران الأرض. يعني حينما تنظر إلى الأرض مثلا من القمر. على فكرة الشمس حجمها يساوي مليون مرة قدر حجم الأرض. مليون يعني لو جبت مليون بلية وحطيناهم في حلة كده يبقى الحلة دي هي الشمس والبلية دي الأرض. يا سبحان الله. مليون مرة. مليون. على اتساعها. على اتساعها وتبعد 150 مليون كيلو كما ذكرنا. فأنت حينما تصعد ده كمان أجيب لك بقى يعني أزيدك من الشعر بيتا زي ما بيقولوا يعني أقول لك ما العرش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما العرش والكرسي والسماوات والأرض إلا كحلقة في فلاة من ملك الله سبحانه وتعالى. نعم سبحان الله. ازاي الانسان يتصور هذا الكلام؟ يعني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربت جناح بعوضه. فما تستاهلش يعني على التنافس والتناحر يعني. وهذا والله ما تستاهل. والاحتلال ومش الاحتلال والله ونهب الثروات ما تستاهلش يعني. يا سبحان الله. فهنا بقى حضرتك اللي هي ايه وترى الجبال تحسبها جامده. نعم. هناك ويسالونك عن في طه ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا صفصفا وهناك والجبال اوتادا. نعم. فسبحان الله وسيرت الجبال فكانت سرابا فالجبال. نعم. اوتادا. طب ايه اللي عرف سيدنا صلى الله عليه وسلم ان الجبل ممتد في الارض؟ انت عارف هذاك الوتد بيبقى التلت فوق الارض والتلتين تحت. نفس الكلام بالنسبه للجبل اللي شايفينه من اي جبل ده التلت والتلتين فين؟ في القشرة الأرضية. نعم. ممتد في. نعم. القشرة تحت يعني وتد لتثبيت إيه. نعم. أن تميد بكم الجبال رواسية. تمام. وبالتالي وترى الجبال تحسبها جامدة. زي نفس الفكرة بتاعت القطر. الاثنين اللي راكبين جنب بعض شايفين نفسهم تمام التمام واللي واقف تحت اللي شايف على المحطة والقطر. نعم. جاي بسرعة شايفهم. نعم. لو في حد صعد على القمر أو بص على الأرض من فهيشوف الجبال دي إيه بالأرض بالجبال بكله بتعمل إيه بتدور تمر مر السحاب. سبحان الله صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل شيء انه خبير بما نعم. إيه؟ بما تفعلون سبحانه صدق وتعالى. الله العظيم. طب يا دكتور يعني طبعا انا يعني هكتفي بهذا القدر مع حضرتك في هذا اللقاء وان شاء الله يعني يكون في معنا لقاء اخر يعني نشوف كده الايات الكونيه والاعجاز العلمي في القران الكريم وفي السنه النبويه المشرفه. يعني انا بشكر حضرتك طبعا استاذنا الدكتور فراج خليل الصعيدي استاذ دكتور الجيولوجيا بهيئة المواد النووية والباحث في يعني علوم القرآن الكريم والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. بشكر حضرتك. انا سعدت جدا والله. شكرا. وخالص تقدير واحترام لحضراتكم جميعا وطاقم العمل ما شاء الله طاقم العمل ما شاء الله ان شاء الله يكون لنا لقاء قريب ان شاء الله. ولحضرتك واحيي حضرتك طبعا على هذه واستاذن طبعا مش جديد على حضرتك يعني والله ده انا بستفيد يعني حضرتك وضعت لنا نقاط لم نكن نعلمها ولا ادري بها من قبل يعني وقد اتينا اليكم وقد ازددنا صحة وجمالا.
أكرمك الله في قناة الصحة والجمال. أكرمك الله. أكرمك الله. كرام يعني شكرا لحضرتكم، وأختم دائما بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. إن شاء الله مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في الفقرة التالية بعد قليل، هنستضيف فيها فضيلة الشيخ محمد سعد خلف الله من علماء الأوقاف، وحوار حول يعني الدين وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الديون، وما هي الأدعية التي تساعده على ذلك، وما يجب على الدائن والمدين. كل هذا سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. شكرا لحضرتكم.